السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتي. ما تنساوش تشتركوا معنا في قناة، فعلوا الجرس وديروا لنا جيم لا فيديو. ربي يحفظكم ان شاء الله. اعلن وكيل سيارات متعدد العلامات بلدية عين البنيان ولاية الجزائر عن دخول شحنة من سيارات كيا بيكانتو 2022 مع تسليمها للزبائن بالبطاقة الرمادية. اكد الوكيل ان السيارة توفر على محرك بنزين بسعة 1.2 لتر سي في في تي بقوة 87 حصان مقرون بعلبة سرعات أوتوماتيكية من 6 سرعات. تتوفر هذه السيارة على جميع تجهيزات الراحة والأمان على غرار مقاعد رياضية من الجلد الفاخر، شاشة لمسية كبيرة، مكيف هواء رقمي، نظام فرامل منع الانغلاق ABS، نظام ثبات إلكتروني بمعالجات USB، مرايا جانبية إلكترونية، تحكم الآلي بالنوافذ الأربعة، عجلات معدنية، مصابيح مضادة للضباب، وعدد كبير من تجهيزات الأمان والرفاهية. بالنسبة للسعر، أكد الوكيل أنه يعرضها بسعر 420 مليون سنتيم. ما تنساوش خاوتي اشتركوا معنا في قناة، فعلوا الجرس وديروا نجم لا فيديو. ربي يحفظكم إن شاء الله.